من الواضح تماما أن جمعية المحامين مهتمة في هذا الموضوع، وأنا أشكرها وأشكر الحضور على يعني الاستماع، وأشكر حتى الزملاء اللي حاضرين ومنهم الدكتور ساجد، الدكتور حمد، أخوي الأستاذ محمد العنزي والأستاذ المقدمة. لكن أنا ودي أقول لكم بعض الحقائق عن هذا الموضوع. أول شيء، من يوم صار أحداث 11 اللي هو مو 11 سبتمبر، موضوع اللي هو تفجير المسجد الصادق، تفجير المسجد صار يوم جمعة، تأكدوا وراه بست أيام فقط، كان يوم الخميس، عرض الموضوع على أعضاء مجلس الأمة قبلها بساعة واحدة فقط. أنا غلط وظلمت أعضاء مجلس الأمة، قلت قبلها بساعتين، اكتشفت إنه ساعة. فبالتالي شيء مخيف مرعب يذهلنا تماما أن نستمع مثل هذا الموضوع من الأعضاء نفسهم. أول ما صدر القانون قبل أن ينشر بالجريدة الرسمية، على طول اجتمعنا بأعضاء المكتب من المحامين والزملاء المستشارين، وقلت لهم هذا الموضوع خطر، خلونا ندرس عدل، احنا مجرد ناس قانونيين، انما هذا القانون لا ناس مختصين بعد ويانا يجب ان يشاركون، وهم الدكاترة المهتمين في الجانب الفني، الاطباء المهتمين بالمختبرات، الشرع، شلون هم اخذوا هذا الموضوع. فخلنا ننزل بيان، فنزلت بيان مغتضب وقلت ان هذا القانون مخالف للاعراف الدوليه ومخالف للاتفاقيات الدوليه ومخالف للاخلاق ومخالف للتشريعات ومخالف للقانون ومخالف للدستور، وكل من صوت على هذا سيحاسب التاريخ. ونزلتها في بيان، نزلتها في كل الجرايد وبالتويتر، ونزلتها في كل مكان، وغررت في نهايه هذا تركت كلمتين صغار، وسأطعن على هذا القانون حال أن الحكومة تعتبره جدي وتمشي فيه. وهذا اللي حصل. لكن شو اللي عملناه؟ ما قعدنا بس فقط طول هالسنة اللي الحكومة تغرر نطبقه ما نطبقه، نطلع لائحته ما نطلع لائحته، شكل اللائحة، قلنا زي. فهالأثناء بدينا احنا نعمل مراسلات دولية، راسلنا كل دول العالم، ورازلنا كل منظمات حقوق الإنسان بمراسلات كلها مكتوبة وموثقة وفي تواريخها، وراسلناها بعد ما راسلنا كل هذا تفاجئنا، ولا دولة بالعالم طبقت مثل هذا القانون أبدا. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر المخيفة المرعبة اللي ماتوا فيهم تقريبا بين 4000 إلى 6000 آدمي، ما قدروا، خافوا، قالوا نضيق على الحريات، الراقب التليفونات، شوفوا طلعت تشريعات، نضيق على الناس اللي بيدخلون بأمريكا، راح نسوي كل شيء إلا البصمة الوراثية. احنا أيضا ما نعلم شنو هي البصمة الوراثية، علشان أكون معاكم دقيق، شفنا الجانب القانوني، قلنا خلينا نشوف شنو قصة البصمة الوراثية، بدينا نراسل أيضا جهة البصمة الوراثية، قلنا تعال خلينا نشوف شو القصة الحين، هاي تاريخ مال الموضوع أو تاريخ الطعن ماله. فلما راسلنا لقينا ماكو شيء، لقينا في قوانين صدرت ما في قانون يشابه هذا القانون، لقينا أكثر من هذا، أصدرت أحكام من أحكام فيدرالية نهائية في أمريكا وفي فرنسا وفي ألمانيا، كلها تقول إن هذا القانون أو أخذ البصمة الوراثية عنوة على الشخص لا تؤخذ إلا أجلكم الله في على الحيوانات، وبالأخص في الإصطبلات. اخترعنا، قلنا نجيب القوانين هذه ونجيب الأحكام هذه ونشوفها ونترجمها عربي، لعل إحنا ما نفتهم، لعل هم يفتهمون أحسن منا، أو العكس. فشفنا كل هالدول الخطيرة كلها سوت قوانين مو مثل هالقانون. حتى المجرم في بعض الولايات بأمريكا، المجرم المشتبهين فيه اشتباه كامل، وكلكم قانونيين اللي موجودين هنا، اشتباه كامل يؤخذ في بعض الولايات موافقته على أنها تجرى الـ DNA ولا ما تجرى الـ DNA. شو لهالدرجة
يخافون من هذه المسألة، فلقينا أن مسألة الدي إن إيه هي خريطة جينية تتعلق في كل الجينات الموروثة لهذا الإنسان وعائلته جذوره، فهذه راح تفيدنا بالطعن، فقلنا نجمعها. أيضا رحنا للجانب الفقهي، قلنا تعال خلينا نشوف بعد الجانب الفقهي، فرحنا لمجمع مجمع الفقه الإسلامي، راسلناهم وخذينا منهم الفتوى الشرعية اللي موجودة عندهم واللي ناشرينها قبل سنوات. قالوا لا يمكن أن نعتد في مسألة الحمض النووي اللي هو البصمة الوراثية الدي ان اي إلا في حالات محدودة صغيرة اللي هي محالات الجريمة. إذن هم كلهم قاعد يضيقون، سواء كان الشرع أو كانوا التشريعات الأجنبية أم الأحكام الأجنبية، كل هذا شفتوه قدمناه كله للمحكمة بحافظة مستندة. لما صدر القانون أنا برأيي إذا أنا عندي فكرة وهذه الفكرة قد تكون صح أدافع عنها، وإذا الفكرة كانت خطأ وأبي أدافع عنها يجب علي أن أحط مختصين عشان أدافع عنها. بكل أسف بكل أسف بكل أسف المعنيين سواء كانوا أعضاء مجلس الأمة اللي صوتوا على هذا المشروع أم الحكومة كلها مجتمع 16 وزير أم الجهاز التنفيذي المناط لتنفيذ هذا القانون، لم يطلع أي واحد يدافع عن هذا القانون نهائي. فأضطرينا قبل هذه الندوة أن نجتمع مع جمعية المحامين مشكورين ونقترح اقتراح، خلنا نعطي وزارة الداخلية فرصة وندز لهم كتاب، مو من عادل لأن راح يخافون يقولون عادل معناته الحين بتصير مواجهة، ما مواجهة، خلي تصير من جمعية المحامين، الجمعية المحامين تدز لوزارة الداخلية وتقول يا جماعة تعالوا شرحوا القانون وخلونا احنا نطلع غلط، يمكن انتوا الصح. علم البصمة الوراثية لا شك، مو أنا اللي أقوله إنما الدكاترة يقولونه مفيد، لا شك علم وقاعد يتطور بشكل يومي، أنا قاعد أتابعه بشكل يومي، بشكل يومي قاعد يتطور، مو بشكل يعني كل شهرين يتطور، بشكل يومي. لو أقول لكم الأبحاث اللي عندنا بالمكتب يمكن تدرس القاعة هذه كلها، وبالتالي في شيء غريب، هذا العلم قاعد يتطور وأكيد راح يكون له دور يوم من الأيام، لكن تطوره مخيف، مخيف حق دولة مثل الكويت. نبي الناس المعنيين سواء أعضاء مجلس الأمة، وأنا طلعت مرة مع الدكتور بدر الخليفة اللي هو كان مدير الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية، طلعنا وكان مفروض يطلع معنا أحد أعضاء مجلس الأمة اعتذر، طلعنا مرة ثانية بغينا أحد أعضاء مجلس الأمة من مقدمين هذا اعتذر، نادينا وزارة الداخلية الآن بجدامكم كرئيس جمعية المحامين موجود ودز الكتاب لهم من 15 يوم، خيرناهم اختاروا الوقت والزمن والمعركة والوقت اللي تبونه واحنا نجي معاكم لعل تشرحوا لنا شيء مفيد، ماكو. إذا نقول ما يخالف خلينا نشوف الحين شنو هدف الحكومة، كل مشروع بالدنيا له هدف واضح، من تفجير الصادق ليوم صدور القانون الهدف إرهاب، بحثنا عن الإرهاب لقينا الإرهاب من المستحيل يدخل واحد بيننا الحين هني ويفجر أنكم تقدرون تضبطون من هو، من المستحيل من المستحيل، لا الكويت ولا أي دولة بالعالم متقدمة. سوينا عندنا كل هذه المسائل العلمية اللي ما لها علاقة بالقانون، رحنا قدمناها للمحكمة الدستورية بحافظة مستندات وقلنا لهم شوفوا لا يمكن، إنما أنت تقدر تحصي عدد الموتى من الأشلاء وتقدر تأخذ الآثار التابعة لها، إنما أكثر من شيء ما تقدر. يعني لو دش واحد فينا محامي وقاعد الحين بوسطنا وفجر، شلون بيعرفون منو اللي فجر؟ ما يقدرون، صعب. اتجهت وزارة الداخلية بالمستقبل قالت رح نكشف عن المزورين، من المزورين؟ قال مزورين بالجنسية، زي ماشي خلينا نماشيهم، بس هذا اللي تبونه؟ قالوا إيه، هذول أخذوا مال الكويت وحلال الكويت وثروات الكويت ويجب أن يحاسبون، وأنا معاهم يجب أن يحاسبون. بس أتفاجئ تصريح ثاني يقول المزورين إحنا نعرفهم، إيه تتعرفهم ليش بدوخنا؟ ودهم كلهم المحكمة.
ليش تاخذنا بالجريمة؟ ما عليه اخذنا كلنا. ايش تبي بالمقيمين؟ هم السالفه الجنسيه. ايش تبي بالمقيمين؟ المقيمين ما لهم علاقه، الزائرين ما لهم علاقه. تدرون وليس بسر ان الولايات المتحده الامريكيه دزت وخاطبت الحكومه الكويتيه ممثله في رئيس مجلس الوزراء وقالوا له الجيش ملوتنا لا يمكن يخضعون. سكتوا. بس احنا لا، ما في مشكله، بصمه وراثيه، ناخذ الدم مالكم، ناخذ عينه، ناخذ مدري شنو، غصبا عليكم، اذا ما تبون راح نسجنكم وغيره. انا اتفاجئ بعد بالجو هذا كله، اكو شيء اسمه يعني المهنه الطبيه وينها من هالجو؟ يمكن اللي يتكلموا معدودين جدا، منهم دكتور حمد جزاه الله خير، دكتور ساجد، وفي بعض الدكاتره هذه تخضع لاخلاق المهنه. شلون انت راح تسمح؟ شلون تسكتون؟ شلون ترضون؟ شو ما طلعون بيان؟ واللوم علينا طبعا احنا من جانب القانوني، شلون المحامين؟ مثل ما تفضل استاذ محمد قال، انا استغرب من المواطن العادي، عادي ما يختلط عليه بصمه غير البصمه ما ادري شنو هي هذه، ما خلاص مش منا خايفين، لا تبوق لا تخاف مثل الكويتي. لكن الوضع مو دقيق بهذا الشكل. اكو حكم محكمه دستوريه، ما قدروا اعضاء مجلس الامه لما كشفوا عن كارثه كانت موجوده قبل يمكن 30 سنه 40 سنه، يو قالوا من اللي راحوا العلاج في الخارج اعطونا اياهم. يعني مشكله العلاج في الخارج ازليه مو مالت اليوم ترى، وكانوا طالبين ايام الشيخ يابر الاحمد الله يغفر له. مع هذا ما قدروا، صدر حكم المحكمه الدستوريه قال المهن الطبيه لا يمكن، يسمونها السر المرضي، فلا يمكن، لان تعارض مادتين. من حكم تجربتي في المواد الدستوريه يمكن لي مشاركات كثيره. انا انتدبت من مجلس الامه للدفاع عن النص الماده 101 من الدستور الخاصه بالاسئله البرلمانيه، انا مع عبد الله الرومي وياي وليد الجري ثلاثتنا. انا شاركت الاستاذ محمد في طعن على قانون التجمعات، طيحت مجلسين، طيحت لهم قانون الهيئة مكافحة الفساد. عندي خبرة ما بيقول كبيرة بس أقول متواضعة، لكن طيحت 6 قوانين. شي يعطيكم مجال، يعطيكم يعني فكرة بسيطة أن القائمين على تطبيق القانون بسطاء، ما بيقول بسطاء، لا أظلمهم، فقارة، كل شميح مثل ما يقولون الكويتيين، صدرون قانون خلال ساعات او خلال دقائق ويدمرون كل شيء. خليني اقول لكم بمراسلتنا هذه من المنظمه الاوروبيه للعلوم الطبيه الجينيه، اكبر منظمه اوروبيه، هي اللي كتبت في واشنطن بوست اللي سوى الضجه على الكويت. احنا مراسلينها من زمان. هذه مترجمها انا. تدري ايش يقولون؟ يقولون نكتب واحنا متخوفين جدا. ما لهم شغل فينا. يقول متخوفين جدا. الزاميه جمع عينات البصمه الوراثيه من المقيمين في الكويت والزائرين وغيره. نحن نعتقد ان هذا القانون انتهاك خطير للخصوصيه ونص الماده 8 من الاتفاقيات الاوروبيه وحقوق الانسان. وحطوا مادتين، لكل انسان حق احترام حياته الخاصة وحياته العائلية ومسكنه ومراسلاته، مثل ما تفضل دكتور ساجد لما قال شلون واحد من الشارع يقول لك انا بدخل بيتك، من انت؟ عندك اذن؟ لا لا، ايش حقه خايف من شنو؟ عندك سلاح ولا عندك شيء؟ او يقول لكم تعالوا بطلوا تليفوناتكم بشوف ايش بايقين انت ولا ايش خايفين منه، اعطونا، تخلع بخصوصيتي. وبالتالي المادة الثانية، لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقا للقانون وعند الضرورة القصوى في مجتمع ديمقراطي يحمي الأمن القومي وسلامة الجمهور. قالوا بعد أكثر من هذا، كيف يعني شلون أنتم تبتحمون هذا الموضوع؟ هم مستغربين. أقول لكم شيء، شفتوا هذا؟ هذا من 4 مواد،
هم متخوفين، هم اللي ما شكرا سنة. متخوفين جدا من الكويت، فلذلك أسسنا الطعن على أربع جزئيات. الجزئية الأولى قلنا احنا نحمي الخصوصية، الخصوصية المتعلقة في الشخص ذاته، وبالتالي لا يجوز لأي إنسان أن يتعرض للخصوصية، وهذا مخالف تماما لنصوص الدستور، نص المادة 32 و33 إلى 38، وبالتالي لا يجوز. واتجهنا للسبب الثاني. السبب الثاني هو عكس مفهوم البراءة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هو عكس، كلنا مجتمعين مدانين إلى أن تثبت براءتنا. كذلك راسلنا اللي هم منظمات حقوق الإنسان، قلنا لهم عطونا الاتفاقيات اللي الكويت وقعتهم معاكم، وقدمناها للمحكمة الدستورية، وأشرنا فيها إلى أن الكويت خالفة العهد الدولي، وبالتالي هناك مخالفة صارخة. أما الأخيرة فهي الخطرة، أن نص المادة الثانية من الدستور تغرر أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. أنا أعتقد أن الحكومة الكويتية ودها تسعى أنها تطبق البصمة الوراثية من 2008، لأن هذا المشروع كان موجود بالأدراج، بس هم استغلوا الظرف مال التفجير وقدموه. هذه نص المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالفقه الإسلامي وغيره. شوف، خليني أقول لكم حادثة غريبة، ما هي بحادثة غريبة عليكم وذكركم فيها. لما جت القامدية وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن أنا في كل لقاءاتي بالتلفزيون وأنا أتكلم عن موضوع الدي إن إيه ما كنت أجيب طاري المخالفة للشرع، إنما الآن راح أذكر لكم أنه مخالف للشرع. القامدية لما جت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له أنا زنيت، صد عنها 3 مرات، فأنا قلت خلنا نبحث شنو القصة، مو معقولة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، وهو اللي يجب أن يقيم حدود الله، ما لازم يتهاون، لا تأخذكم رحمة في حد من حدود الله. فشلون سكت؟ واحدة جاية تقول له باعتراف صريح أنا زنيت، صد عنها، اتجه اتجاه ثاني. قرأت الحادثة من أكثر من مكان، لقيت إنه في الحادثة الثانية راحت بويها، صد عنها. المرة الثالثة صد عنها. المرة الرابعة وقفت بويها قال لها خلاص روحي، قالت لا أنا حامل، قال لها روحي لين تولدين وتعالي. لاقتها بسجن طلحة، ولا وقفها في سجن مال السرة، ولا سوالها أي شيء، ولا سأل عن منو هي. ففكرت ليش، فقعدت أبحث بحث شرعي، مع أني أنا مش شرعي والشرع له أهله وناسه. لقيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحث هذا الخط بس للستر، فالإسلام يبحث عن الستر قبل أن يفضح يسأل عن الفضيحة. في ناس تقول طيب هل ترضيك أنت بشريعة إسلامية أن الإسلام يرضى أن واحد ينتسب لزوج مغفل ما يدري عن مرته؟ أقول للولد للفراش، قاعدة فقهية أصولية مشت عليها محاكم الكويتي لهاللحظة، واللي فيكم قاعد قانوني صححني إذا أخطأ. إلى اليوم هاللحظة اللي أنا فيها تصدر أحكام الولد للفراش، سواء بالمذهبين، المذهب الجعفري أم المذهب السني. وبالتالي الإسلام يبحث عن الشريعة، عن الستر في الشريعة. فإذا يينا مثل ما تفضل أستاذ محمد وقال أن نص المادة 6 من القانون تقول أن له حجة في الإثبات، فيبقى عندنا كقانونيين مشكلة. هذا الدي إن إيه له حجة بالإثبات، وهذه الولد للفراش هو الأساس، نروح حق منه. أيضا أكو مشكلة ثانية متعلقة في هذه المسألة.
لو تصدقنا وقلنا ما يخالف، احنا راضين نسمع رأي الحكومة بيطبقون حق هذا الموضوع. تدرون ان اكو 1200 لقيط الحكومة الكويتية عطتهم جنسية كويتية؟ تدرون من اهاليهم؟ سر ما حد يدري عنه. تدرون ان احنا راح نفضح هذا السر اللي صار، اللي بعض منهم صاروا يدات، ها جانب الله اخفاه، فاحنا ما راح نفضحه ولا يمكن اني اقبل اني انا افضحه. هذا سبب من الاسباب الرئيسيه اللي خلتنا نطعن. احنا مش دينين بالكفايه، يعني مش فقهاء، لكن عندنا حس نرى ان في مشاكل. تعلمون تماما من اول يوم انا قدمت فيه الطعن الى اليوم كم رساله جتني من ام كويتيه صارت يده واعتدى عليها ايام الغزو، وعندها ولد ولا عندها بنتين ولا عندها هذا شيء مخيف يخرع، لدرجه ان اصبحوا ان بناتها كبار وتزوجوا. تقول لي شو اسوي؟ مو قادره. تقول من سمعت ان بيطبقون الدي ان اي انا بموت، وهي على مشارف الحين 65 وغيرها. انا ما اتكلم عن حاله، اتكلم عن حالات مخيفه، شيء خطر يتغزز منه الانسان. ما يجوز هالكلام اللي قاعد يسوونه في ظل دولة لا يمكن تحفظ السر. ما أنتوا عرفتوا أن أوراق تسربت من الديوان الأميري، أوراق تسربت من مجلس وزراء، أوراق تسربت من بنوك، شيكات سرية تطلع من مكان لمكان. أمانة عليكم، منو فيكم ما يقدر يبقى أي معلومة من عن أي واحد ولا عن أي وحدة؟ هذا اللي خلانا إحنا نطعن. لا يمكن نرضى بالتجاوز هذا، خوفا من الله ثم احتراما لضمائرنا ثم احتراما للقسم اللي أقسمناه من البداية أن نحافظ على الحياة الكريمة لكل إنسان. لا يمكن نقبل أن الإنسان. نرجع للأمر الأخير واللي أنا ما أبي أطول عليه، أين بيحفظون هالعينات؟ أنا جبت لكم بروفيسور من أمريكا، من بريطانيا، يتبع المنظمة الأوروبية للعلوم الجينية، يقول أن الشركات اللي راح تكون مشرفة على هذا النوع من الفحص الدي ان اي هم ثلاث شركات قاعدين يراسلونها في بريطانيا وفي أمريكا. الثلاث شركات يقول سنوصفهم ان قاعد يتخذون اجراءات غير اخلاقيه، لان مو من حقهم يسوون مثل هذه الا لانهم يتجهون للربح. وانا قلت لكم الثلاث شركات الكويتيه اللي دخلت في هذا الموضوع، شركه التقدم التكنولوجي، وشركه بدر السلطان، وشركه الطاقه والبيئه. وبالتالي انا ماني عارف الحكومة الكويتية إن كانت هذه الشركات، هذه الشركات الأصلية بالكويت، إن موكلاءها كلها بريطانية وأمريكية، ثلاث شركات، وين بيحفظون البيانات هذه؟ وهم يقولون سرية، ليش ما يطلعون يكشفونها لنا؟ ليش ما يكونوا شفافين؟ ليش ما يقولون لنا تعالوا هذا الحمض مالكم؟ تعلمون تماما إن أكو اختراقات لمثل هذه المسائل. تعلمون تماما ان لو يجي هاكرز وياخذ هذه العينات كلها يدخل الكويت ب60,000 دهية. تعلمون تماما ان صدام حسين لو طاح على سجل البطاقة المدنية بالكويت لا دمر الكويت وخلط الاوراق وطلعنا ثلاثة ارباعنا احنا اما نكون مو كويتيين اما اصولنا عراقية اما اصولنا جيش شعبي او غيره. ليش احنا نسمح لي مثل هذا التجاوز ان يحدث في بلد نفتخر ان احنا سوينا شيء لاول مره؟ خلونا نسوي شيء نطلع الاوائل. ما احنا بالسمنه الاخير الاوائل، وبالقلب الاوائل، وبالسكري الاوائل، وبالجرائم الاوائل، بحوادث السيارات الاوائل، في البصمه الوراثيه الاوائل، بالمكافحه الفساد احنا الاوائل، بالفساد بعدم تنظيم الوظائف احنا الاوائل. ما نبي نطلع الأوائل بالدي ان اي، خلاص خلاص كافي. وبالتالي
ما بحثنا الطعن مالنا إلا من واقع استشارة لفنيين من الأطباء والمسؤولين عن الجينات، وما سألنا عنها عن طريق الشرع إلا سألنا المختصين شرعا، وألوم حتى أعضاء مجلس الأمة الدينين أو ألوم حتى الإسلاميين في الكويت اللي على استحياء توهم يطلعون بعض البيانات وينكرون هذا القانون. كنت أتمنى من البداية، مو إذا ركبت الخيل وبدت تغتنص يركبون عليها، وإذا شافوا الخيل ها ما هو خيل انزلوا من الساحة. أنا هذا الشيء سياسة مع هذا الوضع الخطر مخيف مرعب.